كتاب اللغة العربية للصف الرابع، الفصل الأول، الدرس الثامن. خير جليس. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدرس الثامن، خير جليس، من صفحة 72 إلى 81. الاستماع. استمع إلى النص الذي يقرأه عليك معلمك من كتيب نصوص الاستماع والإملاء، ثم أجب عن الأسئلة الآتية. مكتبتي الصغيرة. كان وليد يستمتع بقراءة الكتب التي تحفل بها مكتبة جده. انتقلت عائلته إلى منزل جديد، فأصبح بعيدا عن المكتبة التي أحبها. فكر وليد في أن يجعل من غرفته الخاصة مكتبة صغيرة. حدث أباه عن الفكرة فأعجب بها. جهز وليد 3 رفوف صغيرة وخصص لكل رف منها مجموعة من الكتب. تعرف وليد في الحي الجديد أصدقاء يحبون القراءة، وصار يبادلهم الكتب. لم ينسى وليد جده، فكلما زاره أعلمه عن الكتب الجديدة التي قرأها وسأله عن الأمور التي لم يفهمها. الأسئلة: أين كان وليد يقرأ الكتب؟ ثانيا: لماذا فكر وليد في جعل غرفته مكتبة صغيرة؟ ثالثا: على من عرض وليد فكرته؟ رابعا: مع من تبادل وليد الكتب في الحي الجديد؟ خامسا: ماذا كان يفعل وليد كلما زار جده؟ التحدث. الصورة الأولى: صورة مكتبة الأسرة الأردنية القراءة للجميع، وهي صورة إعلان على ما يشجع الإعلان في الصورة. ما فائدة القراءة؟ الصورة الثانية تظهر لمكتبة يظهر فيها العديد من الكتب. ما المكان الذي يظهر في الصورة؟ ما أنواع الكتب التي تجدها في المكتبات؟ الصورة الثالثة لطفل يجلس على جهاز حاسوب في المكتبة. ماذا تشاهد في الصورة؟ بما يفيد وجود الحاسوب في المكتبة. القراءة. مكتبة بيت الحكمة. اهتم العرب والمسلمون بالعلم والعلماء، فظهرت المكتبات في التاريخ العربي والإسلامي. ومن أشهر تلك المكتبات بيت الحكمة في بغداد، التي أسسها الخليفة العباسي هارون الرشيد، ثم ازدهرت ازدهارا كبيرا في عهد المأمون. بقيت هذه المكتبة أعظم دور العلم في الأرض نحو 5 قرون، وحوت عدد ضخم من المجلدات، وكان فيها قسم لكل علم من العلوم كالفقه والطب. عمل في المكتبات مئات الموظفين الذين قاموا على إدارتها ورعايتها، من نساخين وباحثين ومناولين ومترجمين. وقد أرسل الخلفاء المترجمين والباحثين إلى أصقاع الأرض لجمع الكتب العلمية ونقلها إلى المكتبة وترجمة الأجنبية منها إلى العربية. كان في المكتبة غرف خاصة للمطالعة وأخرى لحلقات النقاش، كما كان فيها غرف للترفيه والأكل والشرب، وغرف لإقامة طلاب العلم. وحين هاجم التتار بغداد خربوا المكتبة وألقوا كتبها في نهر دجلة، فتحول لون مياهه إلى الأسود من أثر المداد. وقيل إن الناس كانوا يعبرون من فوق المجلدات من ضفة إلى أخرى. ألفظ كل مما يأتي لفظا صحيحا. اهتم، أسسها، نساخين، التتار، مياهه، المداد.
اقرأ العبارة الآتية متنبها إلى لفظ ما تحته خط. كان في المكتبة غرف للمطالعة وأخرى للترفيه. الكلمات التي تحتها خط: للمطالعة، للترفيه. معاني المفردات والتراكيب. أولاً، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. حلقات النقاش تعني: ألف، أماكن الرسم والنقش. ب، مآدب الطعام والشراب. ج، مجالس الحوار والبحث. غرف الترفيه تعني: غرف ألف النسخ والترجمة، أم باء الراحة والتسلية، أم جيم الكتب الأجنبية. قرون مفردها قرن، ويعني ألف 50 عاما، باء 1000 عام، جيم 100 عام. أصقاع الأرض تعني: ألف أرجاء المعمورة، باء مناطق الصقيع، جيم الجبال العالية. ثانيا، صل الكلمة في العمود الأول بما يناسب معناها في العمود الثاني. حوى معناها: يمر أم ضم أم الحبر. المجلد معناها: الكتاب أم الحبر أم البرد. المداد معناها: الكتاب أم الحبر أم الشاطئ. الضفة معناها: الشاطئ أم الكتاب أم البرد. يعبر معناها: يمر أم ضم أم الحبر. ثالثا، صل الكلمة في العمود الأول بضدها في المعنى في العمود الثاني. رعاية ضدها: أكمل أم أصلح أم إهمال. خرب ضدها: رحيل أم إهمال أم أصلح. إقامة ضدها: رحيل أم أصلح أم أحضر. أرسل ضدها: أحضر أكمل أم أصلح. رابعا، فرق في المعنى بين ما تحته خط فيما يأتي. ألف قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. الآية 34 من سورة الإسراء، كلمة العهد. ب، ازدهرت مكتبة بيت الحكمة في عهد المأمون. كلمة التي تحتها خط: عهد. الفهم والاستيعاب. أولا، من أسس مكتبة بيت الحكمة؟ ثانيا، أذكر 2 من أقسام العلوم التي كانت في مكتبة بيت الحكمة. ثالثا، لماذا أرسل الخلفاء المترجمين والباحثين إلى أصقاع الأرض؟ رابعا، من خرب مكتبة بيت الحكمة؟ خامسا، لماذا تحول لون مياه دجلة إلى الأسود؟ سادسا، قارن بين المكتبات قديما وحديثا.
التدريبات: أولا، ضع كلمة لا في كل فراغ مما يأتي ثم اقرأ. ألف: فراغ، نتكلم في أثناء خطبة الجمعة. ستصبح: لا نتكلم في أثناء خطبة الجمعة. ب: المريض فراغ يتناول الدواء إلا باستشارة الطبيب. ج: قول الحق فراغ يغضب الصادق. د: أنا فراغ أؤجل عمل اليوم إلى الغد. ثانيا، املأ الفراغ في كل جملة بالكلمة المناسبة مما بين القوسين. الكلمات التي بين القوسين: يثمر، يتحقق، يحرص، يعبث، أخون. ألف: المواطن الصالح لا فراغ بالممتلكات العامة. ب: لا فراغ الشجر إلا بالرعاية. ج: النجاح لا فراغ إلا مع الصبر. د: أنا لا فراغ الأمانة. ثالثا، صل التركيب في العمود الأول بما يتمم معناه في العمود الثاني. الطالب المجد هل لا يندم على معروفه أم لا يهمل واجباته؟ صاحب المعروف لا يندم على معروفه أم لا يصل إلى ما يريد؟ الإعاقة الجسدية هل لا تمنع الإنسان من العطاء أم لا يصل إلى ما يريد؟ المتعجل في عمله لا يصل إلى ما يريد أم لا يهمل واجباته؟ رابعا، صل التركيب في العمود الأول بما يتمم معناه في العمود الثاني. نهر النيل هل هو أشهر مكتبة في بغداد أم أطول أنهار العالم؟ مدينة أريحة هل هي أطول أنهار العالم أم أقدم مدينة في التاريخ؟ بيت الحكمة هل هي أشهر مكتبة في بغداد أم أقدم مدينة في التاريخ؟ الكتابة: أولا، املأ الفراغ بهمزة الوصل، ألف ممدودة بدون همزة فوقها أو همزة القطع، ألف مهموزة، ألف عليها همزة، ثم اقرأ. ألف: استعد المترجمون لترجمة الكتب. كلمة استعد ما نوع الألف فيها؟ ب: أرسل الخلفاء الباحثين لجمع الكتب. كلمة أرسل ما نوع الهمزة فيها؟ جيم: احفظ مودة صديقك. احفظ ما نوع الهمزة فيها؟ دال: أقام الفاطميون مكتبة دار الحكمة في القاهرة. أقام ما نوع الهمزة فيها؟ ثانيا، ضع خطا تحت الكلمة التي فيها ألف تنطق ولا تكتب فيما يأتي. أولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليعبدوا رب هذا البيت، صدق الله العظيم. الآية الثالثة من سورة قريش. ب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذلك الذي يدعو اليتيم، صدق الله العظيم. الآية الثانية من سورة الماعون.
جيم: قرأت سورة الرحمن. دال: الرحلة جميلة لكن النهار قصير. الإملاء: اكتب في دفترك ما يمليه عليك معلمك من كتيب نصوص الاستماع والإملاء. أقام زيد في مكتبة الحي ساعتين وبحث عن كتب تساعده في إعداد تقرير عن مدينة إربد عروس الشمال، واستفاد من بعض المراجع والمنشورات. التعبير: أولاً، املأ الفراغ بما يناسبه في كل مما يأتي على نمط المثال. المثال: في مدرستنا 3 مرافق، المكتبة والمختبر والملعب. ألف: عمل في المكتبة مئات الموظفين من فراغ وفراغ وفراغ. ب: تتكون السنة من 4 فصول: فراغ وفراغ وفراغ وفراغ. جيم: تعرفت أركان الإيمان وهي فراغ وفراغ 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 وفراغ. لدينا 6 فراغات. ثانياً، أعد ترتيب الكلمات الآتية لتكون جملة مفيدة: الجامعة كبيرة في الأردنية مكتبة. ثالثاً، املأ الفراغات فيما يأتي باختيار الكلمة المناسبة مما بين القوسين: الصحائف حفظت، السيدة للمدن رجعت للكتابة. كانت أمنا فراء حفصة بنت عمر رضي الله عنهما متعلمة فراء، وهو أمر نادر في ذلك الوقت، وقد لقبت حارسة القرآن الكريم إذ فراء في بيتها صحائف القرآن الكريم التي كتبت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد اعتمد عثمان بن عفان رضي الله عنه على تلك فراغ في كتابة مصحف واحد، فراغ الإسلامية الكبيرة. قرأت لك فوائد المطالعة: المطالعة عادة حسنة تشبه ممارسة الألعاب الرياضية، وما أقل حظ الذين لم تساعدهم الظروف على تكوين هذه العادة الطيبة. إن المطالعة متعة للنفس وإشراق للعقل، وبالكتاب يتنقل القارئ في العصور السابقة والأقطار البعيدة، وهو صديق لا يكلفك إلا القليل، ومع ذلك يمنحك المعرفة والتجربة. وبالمطالعة نستطيع أن نبني صداقات مع الكتاب والأدباء، فيأخذ القارئ من صديقه المؤلف أحسن ما عنده من علم وفكر، لأن المؤلف لا يضع في كتابه في المعتاد إلا ما فيه فائدة أو خبرة أو نفع. أقوال مأثورة: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب. النشاط: عد إلى الشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت، واكتب معلومات عن مكتبة دار الحكمة التي أسسها الفاطميون في القاهرة، واقرأها أمام زملائك بلسان عربي مبين. اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآيات من سورة النبأ من الآية 17 إلى الآية 40. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا،
وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. انتهى الدرس الثامن.